نريد أن نجمع 7.056 زائد 605.7 زائد 5.67. عندما تقوم بعملية الجمع لأي عدد علينا أن نتأكد من أن جميع الأعداد تقع على استقامة واحدة، بالأخص عندما نتعامل مع الأعداد العشرية، فيجب أن نضع الفواصل العشرية على استقامة واحدة. العدد الأول لدينا هو 7.056، والعدد الثاني هنا 605.7، والعدد الأخير 5.67. الآن لدينا كل الأعداد وجميعها على استقامة واحدة، هنا منازل الأحد والعشرات كذلك وهكذا. الآن يمكننا القيام بالجمع ونبدأ مباشرة. يجب البدء بأصغر قيمة، فنبدأ من هنا. هذه منزلة العشرات، هذه منزلة المئات، وهذه منزلة الآلاف، وسوف نبدأ بالستة، نجمعها مع منزلة الآلاف، وهنا لا يوجد لدينا منزلة آلاف في أي من العددين في الأسفل. ممكن أن ننزل الستة هنا، أو أن نعتبر أن 605.7 هي نفسها 605.700. يمكن إضافة أي عدد من الأصفار على يمين الفاصلة العشرية على يمين العدد 7، حيث أن الأصفار على الجانب الأيمن لا تغير من قيمة العدد. هنا نكتب 5.67 وأيضا نضيف الصفر، إذا 6 زائد 0 زائد 0 يساوي 6، 5 زائد 0 زائد 7 يساوي 12. إذا نكتب 2 في منزلة المئات ونضع 1 في اليد. 1 زائد 0 زائد 7 زائد 6 يساوي 14، نكتب الأربعة هنا، وواحد نرفعه بمنزلة الأحاد للعدد الصحيح. 1 زائد 7 زائد 5 زائد 5 يساوي 18، 8، ونضع باليد 1. 1 زائد 0 يساوي 1، و6 في منزلة المئات للا شيء، نقوم بإنزالها هنا 6. لا يجب أن ننسى الفاصلة العشرية هنا، فيكون ناتج الجمع هو 618.426، أي 618.426 بالألف. أنجزنا الحل.